السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في سلسلة السياحة اللي للحين شغالين كيف نبدأ سياحة في سيتي سكاي لاين. أتمنى السلسلة هاي نالها إعجابكم و حقيقة إن أنا أسوي، تذكرون قلنا بنسوي ترام وأسوي ترام نوعا ما ني. طبعا اذا لزقتوا بما فيه الكفايه راح المشاهد يدخلون ما عندكم مشكله. سوي هذا هني وهذا هني، اور نطلع خط ثاني بعادل قريب المدينه، اللي هو بيكون خط اقرب شوي لانه ممكن احط نقاط زياده في المستقبل على الطريق عادي، يعني ممكن جدا ترى. ونحول الشارع الوحيد الى نقطه ترام، بس الحين هذه النقطة اللي هني هي مصدر تساؤل كله بالنسبة، هل أسويها؟ لا، خلينا نختارها أول شيء، ونجيب وحدة ثانية هني، نسويها جسر، ميل ونحاول هني شوي نميلها، بس هالميلان نيبة الطريقة هاي تكون لفة حلوة، يعني اللفة هاي راح بعد تستمر عندنا مش 100%، لكن فور ناو حق الحين ممكن امشيها، ممكن امشيها عادي جدا. نسوي النقطة هني، ابى الناس تمشي من هني، نسوي خط والناس تمشي هني، بس اول شيء خلني موف تو زين بيستوي الناس عادي يقدرون يجون نقطة الترام. إيه؟ ونسوي نقطة ثانية، عفوا نسوي نقطة ثانية هني ممشى. ممشى هذا راح يكون بالطريقة هذه من ثيم منو؟ ثيم صديقنا هذا. مول. مول مول. شبه هاي. لازم اشتري. هي عنا الزق صار هني، نسوي سيدة خطر اللم رام عفوا الزق هني، ناس تقدر اتي بكل بساطة تمشي من بالمول او اتي للمول من طريق الترام اللي هو اصلا موجود فيه. فبالتالي الحين يوم بحطي نقطة هني، لا ما بحط هني، بحط النقطة في الوسط قلنا، اقدر الناس اتي من هذه النقطة بعد بالعكس، بس ما افضل، يمكن هذه النقطة افضل تي الناس مرة ثانية نفس النقطة هذه، بتجاوز هاي النقطة، لا ما بتجاوزها حرام الناس تبت مول، ما بلعوزها هاي نقطة هني نقطة هني، ما في الوسط مجال يمين يسار صعب جدا. اوكي ممكن احطيها هني بعد مكان مقبول زين، ونرجع نسكرها نفس النقطة هني وهي رادة تنزل الناس، رام راد ينزل الناس، رجع بس هني لا يطلع مش حلو، نرد نوصل النقطة هني خلاص صار عندهم مواصلات عامة الحين ترام لين المول. طبعا في نسبة سياح بيون بس النسبة مش كبيرة والسياح ما يصرفون وايد فلوس أظني، لأن الحين مثلا كم عندنا عدد السياحة، السياحة 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 أصلا مش انزين، مو مشكلة الحين الحدايق ولا قاعد ادخل فلوس بعد، ما عندنا مكاتب حاليا اساس اللي ترقى هاي معنا. انزين اذا السالفة بالطريقة هاي، نحن حاليا في السيفتي نوعا ما، بس لازم نحافظ مثل ما قلنا على الثيم مالنا، الشير هذا لازم نقطع يا جماعة، لازم برش سنجل نحطي القلعة العجيبة اللي هي، انا غير نوع القلعة هي، ونحطي شوية حصائش مختلف لكن نبغى حصائص الصغار وينهم
هو عندنا شيء بسيط صغير. والي الناس، والي مكثر الناس. هاي النقطة اوكي، هذا النقطة. واه الناس من وين يمشون يا حبيبي؟ زين هني ما في حد. الجماعة المتسللون يجون من دربين. يا الله، قامت تخف الزحمة على المدينة. سبت شو؟ سبت الفلوس يا حبيبي. ليش 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 يستعملون لين واحد؟ ليش في كم لين؟ انا حاط يعني انا حاط لكم واحد اثنين ثلاث اربعة، وانتو يمي شوارع ثلاث خطوط. كلهم بيلفون يسار. خلنا نشوف هذا فين. افتح التول مالنا اني بتحت شو نشوف النقاط. عندك نقاط كنترول اس، اوكي بيوزع الزحمه هني. نقاط كنترول اس اللي يوزعون الزحمه ما بين لينات. ما باهم سوري دقيت سكيب، ما باهم يبدلون اللينات هني اللي يبدلون الدوم يعني، بس يندمج على الطاير كنترول اس وعليه وخلاص. انزين الحين بتستوي، مفروض الزحمة افضل وايد. على امل يعني، على امل على امل. اكثر الناس يبون يروحون الدرب اللي صار هذا، يرجعون يوتيرن ما اعرف ليش، لكن اوكي. الحين الزحمة في هالاماكن قامت تزيد شوي. اذا شفت وايد يستعملون هذا الشارع راح احط لهم تول ثاني، لكن الحين للحين هذا ماشي اموره. انا اشوف ان انا اشوف ماشي اموره صراحة. اوكي في شوي زحمه بس مقبوله، لكن هني شو السالفه؟ هني لانه مول، والمول نت انف الكترسيتي. اوكي لحظه، نت انف الكترسيتي. انا تذكرت ان احنا قررنا نحطيه اللي هو البترول، نحطيه هني. زين هذا بينتج لنا 140 ميجا واط، لازم نصرف البترول. ما نحتاج كل الكلام عليها صراحة. نستوي عندنا كهرباء وايد، لأن هاي يعطيني 140 ميجا واط، هذا يعطينا 40، يعني واحد من هذا نفس ثلاثة من ذاك، ثلاثة ونص. وأنا حاط أوريدي ثلاثة، يعني نستوي عندي دبل كهرباء. شوف استوت كهرباء عندي طيبة، طيبة جدا 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 بشكل كبير جدا. الحين هذا المكان ما شاء الله يعني أسوي ستوب. باصات يعني ولا ترامز شغالين عليه. نحن الحين ترى ما عندنا باصات، مستوي عندنا باصات يستوي شيء ثاني. الحين ابغى هالمكان اسوي له شوي بيوتيفيكيشن ولا تجميل شوي، ولكن ولكن نبغى نحط شيء يميز بالنسبه لهالمباني. نبغى نحط شيء يميز. خلنا ندور غير الكبار الصغير. هذا هذا لا، هذا بحر دور لاين. احنا قاعدين نجمل اماكن ثانوية، ولكن هني شو احطيه؟ اذا الجامعة عندي متى تفتح؟ الجامعة عندي تفتح 3000 متلف، 8000 تفتح افتح جامعة بس هني ما عندهم بشكل عام مدارس. بس المدارس طاف يعني، بحطي هني مدرسة خلاص، خلهم بيون مدرسة هني و ما عليه برايه، ما بخسر المكان كامل. بس هذا المكان حلو، هذا المكان حلو. الناس تروح وترجع منه، تاخذ درب، تستانس شوي، تشوف شير. ليش ليش نضيق على اعمارنا يعني والدنيا وسيعه؟ على فكره هذا ليفل، ليفل 2 نقدر نسوي توسعه. انزين التوسعه مال هذا شو بتكون؟ انزين التوسعه مال هذا فلور ميل، ذس فلور ميل بروسيسنج بيلدينج ويتش ريكويرز كروبس برودوس سبيشال جوز فلور، فلور ميلز جرايندر كروبس انت فلور الى اخره. يعني هذا اساسا احنا نحطيه يحولنا الطحين الى شو؟ الى هذا. بس هني ما منه ما في فرق يعني، حتى لو انا اسوي ويت بس اللون غير، بس هو في نهايه اليوم كله يسوي نفس الشيء، ما يسوي اي فرق حقنا في المحصول نفسه، الا اسمه اخر شيء كروبس. ما يعرف بطاط، ما يعرف طماط، ما يعرف ولا شيء. ولكن ولكن بإمكاننا نسوي توسعة حاليا في المكان. إذا بغينا ممكن نوسع شارع إلى هذا. إنزين قبل لا أبدأ التوسعة هني، أبغى أسوي هني أماكن، أبغى أشوف الناس هني غير، لأن هني منطقة حدائق صح؟
فكنت جالس اطالع نباب بايسكلين with grass with grass with bicycling. شوفوا هالمكان واسويه حق شو؟ حق اللي بيركب شو سيكل. مش كسر السيارة ما عليه بعدين بسوي. كسر الممشى ما عليه. بس أبا ناس في دائرة معينة هني يركبون سياكل يطلعون هني من الحديقة لنص المدينة. نشوف فيها شوي حركة حلوة يعني. بس أخسر بس شوية سياكل. نسوي لهم دائرة في المدينة. بس هذا بيكسر لي شو البيوت هاي فما بكسرهن. بس في نهاية اليوم هني شو شوف في سياكل يجون. في سياكل تشوفونه. خلنا نشوف الممشى ماله حلو ولا والله جيد جدا. يمشي في نص المدينة بعد. بس يوم يخلص الممشى يمشي على الممشى العادي. يوم يخلص اوكي اتس نايس اتس نايس تو عنا هنا يعني. بس ممشى سياكل مخصص. شوفوا رئيس كامل طالعين. خلنا نكمل ال وين صار وين صار هني كان هني. ايوه كان هني. نسوي لنا نكمل ال ابى اخلي الحصان على فكره اذا لاحظتوا. نسوي المكان هذا كامل عباره عن شو يعني. المدخول ماله ما يستاهل اني قاعد اطور فيه وايد. لكن هو المكان كله عباره عن مكان ينزلون فيه العالم. انا ما اشوف ناس تنزل فيه الصراحه مع انه مسوي وصلات مسوي كل شيء اساس العالم التي. بس ما قاعد يجون. احاول ان اجرب ما كان عندنا الموف التول قبل. بس هذا قاعد يسوي لنا مشاكل شوي. كله كل عيال صبر. نبى حد يمشي هني. ما في حد يمشي هني للاسف. انا ما يبدو زعلانين من الموضوع. زين خلنا نزيد هني بس كان هذا برش صغيرون. هذا بالطريقة هاي ياكل وتحته منطقة الحدائق. هالمنطقة حلوة حق محلات على فكرة. يبي هني يجمع مجموعة محلات وفنان. هاي المنطقة خلاص معروفة الحين. طول طول السلسلة هاي راح تمتد انها تكون حديقة ضخمة. راح تمتد بس على مدى المدينة كامل انها تكون حديقة شو ضخمة. على فكرة الارض كبير لكن احنا نشتغل شوي 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 شوي. فبالتالي الحين ابا هني شو اسوي؟ بس اخفي هايل ما يبينون في الوضع الطبيعي. شوف ايه افضل وايد افضل وايد. الحين هذا الممشى بحاول اني ممكن نسوي متساوي ترى عادي. اني شفت بقى على هاي النقطة مثلا كلهم يستوي نفسها عليها. حبة 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 كنترول اتش تدرون عن النقطة الاولية وسيدة تبه سيدة. الحين شوفونا تقريبا كده على نفس المستوى. هذا شوي تحت نازل بس اتس فاين. لك شفت لك رول اتش تسوي على النقطة اللي هنا. ندور الدائرة نحن لكن كلك مش سياحي. كليك طالع من فوق اسهل. كليك كنترول تغير على المكان الاولي. خلاص الحين تقريبا ولا المفروض هي كلهم نفس المستوى فاشكالهم افضل بكثير ما عدا هذا المكان طالع فيه تراب لانه ارتفع اظن او نزل. بنسوي نفتح التول مالنا و
رايت كليك على القاع ونسوي عليها مهم كليك جيب نايس. حتى هاي نوعا ما اعتدلوا بالمستوى. بعد بيقول لك هي بعد بيقول لك بس it is fine. عندنا ممشى من اول المدينة تقريبا لين اخر مدينة واكثر من اخر المدينة، بس ممشى جميل يعني. هذا وايد مغير على شكل المدينة يعني، سوي لنا شوي جو سياح. ما عندنا الا مبنى واحد، نحن نحسب السياحة انت سياحة هاي المفروض. شوف هاي عندنا مكان سياحي، تعتبر اماكن سياحية. ممكن اضيف باص هني، باص مواصلات دور بارك لايف سايت سينج. بس لازم يكون عندي سايت سينج اول شيء. 8000 شخص نحط الهوت بالون، هذا الهوت اير بالون تورس. بعدين نقدر نسوي خطوط بين المدينة مثلا هني ما بين الحديقة، الناس تنزل في عندنا مكان والله نقدر في مطاعم وبعض التخطيطات الثانية، بيكون جدا جميل. انزين الحين بخصوص توسيع هذا المجال اللي هني، صرنا عدلنا هناك، نقدر نظريا ني هني الحين نسوي شوف فلور مل. فلور مل احنا قلنا هالمكان راح نخصصه حق بعض المصانع حلو، وحق السكنات. الحين سكنات انا ما احتاج مساحة هذه كلها، فشو بسوي؟ اقدر اوصل هذا في هذا، طلع شارع ثانوي ثاني نوصل في هذا بعد ما عندنا مشاكل على فكرة. ونبدأ اني بهني الشو صديقنا فلور مل اللي هي المطحنة حق منو؟ حق الطحين. ونحطي وحدة ثانية ولا كهرباء؟ لا تقول لك كيف مش واصل كهرباء؟ انت واقف عند العمود عيب. حطينا ثانية خذ. الحين ناقصنا ماتيريال، الماتيريال بيله من الناس هاي. بس شو بسوي؟ الشارع في سيدين ما حد يقدر ياخذ يوتيرن. ليش؟ لان المشكله يوم يبداون ياخذون يوتيرن يبون العيد، فاللي يبي المطحنه ما يلف على الثاني. الحين خلاص ما في حد يجي من هالاتجاه هني ويرد يلف على منو؟ على المطحنه من تحت. ترى شو يستوي؟ يجون الجماعه من هني يبون يلفون يسار غصب ويخربون حق اللي جاي من هني ويلف هذا يسار. فبالتالي لاجين كهرباء فعلا، لاجين كهرباء والله عيب. وصل خط مؤقت لانه يوم بنبني اشياء راح توصل كهرباء راح يسوين. انزين الحين بنبدا نستعمل المحاصيل مالنا اكثر من اول. الاول ما نقدر نستعمل محاصيل بشكل فعلي واساسي وايد، بس الحين هذا بغيره لشارع دخول فقط. هي دخول فقط بس اوكي، ياخذون لفه كبيره مهني ويجون وين؟ عند هذا. فخلنا نكبر الشارع، ما حد يقدر يلف هنا بعد، بيكون وايد زين وايد زين. خلاص هايل بس يطلعون من عند الهايل اللي يستعمل هذا، المفروض ما يكون هنا لأنه يخرب عليهم. أقدر أحط هذا هني وهذا هني بيكون أفضل. يجون يمين يطلعون يكملون سيدة أفضل وايد. الحين بس شو اللي استوى؟ كهربا ردت، ما عليه مشكلة موصل كهرباء شوي. أنا هاي منطقة صناعية، أهم شيء الشارع المحترق الطايحة هاي. شوفوا هاي السلام. الحين من هذا المنطلق بحطي مزارع قمح زيادة، ما نحتاج. أول شيء ما في فلوس، ثاني شيء ما نحتاج فعليا، لأن هاي الفلور عندنا وايد كروبس كله فل. زين الوضع كله موضوع كله في التوصيل. الحين يوصلون يستوي عندنا طحين في المدينة على فكرة. هذه تبدون فيها الميجا فاكتور والمصانع الضخمة تبدأ بالطريقة هاي. population 90,000 monument برايا. بس المصانع الضخمة صبر عندك هني كليك، نرجع للمصانع الضخمة اللي ما فتحنا منها شاهد المصانع صح. ايوه شوفوا مثلا هاي بيكري مخبز، تحتاجون مجموعة اشياء كروبس ولا زراعة نفسها والطحين، وتحتاجون لحم. دائما نحتاج لحم في المستقبل، نقدر نحطي كتل شد حق البقر وهالسوالف بعدين، بس ما نحتاج حاليا، ما نحتاج هالسوالف ابدا. الحين اللي محتاجين شوي كثافه سكانيه، وهذا على كم يفتح؟ على 8000. بعد على 8000 اشياء ضخمه راح تفتح عندنا. وعندنا الشارع مفروض نطوله لين هني نظريا، بس 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 المكان للحين نايل على اعجابي، لكن انا هني مش مقتنع بعد انه ما في شيء. ف بنحط هني خدمات معنا بالشرطة. الشرطة حطينا الشرطة هنا،
راح يستوي. يعني ما حد قام يعرف فكره ناشي قهرني شوي. اذا حطينا الشرطه هني بنحط الشرطه هني لانه يعني بوليس ستيشن ست كوارترز وايد كبير وغالي حاليا. بنحط مركز شرطة هني على اساس يحافظون على الامن لان هذا مول مول في احتمال سرقات بعد احتمال جيد للسرقات. عندنا شارع هني الشارع فيه ترام. اوكي 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 لا اوكي الحين انا شبه اعرف شو بسوي نكست حق فلوس. المكان قام يستوي زحمة ترى يا جماعة زحمة قام يستوي. مصانع ما قمنا نحتاج وايد لنا هذا يعتبر مصنع بعد بحد ذاته واشياء المعظمها اللي نحتاجها يمكن تكون عن طريق الايراد مش عن طريق هذا. هذا اللي اشتحت وايد ارفعها شوي ونسيده شوي مش وايد في افضل شيء صراحة انتي افضل شيء. هذا الجسر انا عايبني صراحة والله. انا الجسر هذا من الجسور الجميلة اللي رأيتها في اللعبة راح. كم ترى معنا رمزن يوزز 35. اوكي نحن في أزمة نحن في أزمة لازم نلاقي حل للترام. ابى احط ترام ثاني هني خطين فوق يسوون باي باس حق الخط الاولي ان شاء الله يشتغل. كهرباء المدينة وضع ما حد بيستعمل الخط الثاني ها مع انه موجود. إذن إذا أزيد سرعة ذاك الخط hopefully على أمل أقدر أزيد سرعة منه أزيد هذا إلى 80 زين إلا راح يرضون يستعملون. لا بعدهم متنحين على هذا النحو الجماعة خلاص ما يبون يحولون الخط. زين اذا نجيب خط من هني لين خط ثاني يختصر بعض المواضيع هني من ورا مد لجده. يعني اذا نجيب هذا الخط مد لين شو لين راح ننزله برجع هذا صبر ارجع ورا لازم هذا يسوي نوع من انواع التأثير يا جماعة. بس هذا الوضع بشكل عام ما راح يقزر ويانا راح يسوي لنا مشاكل وايد. فالترام مستوى عليه زحمة انا ما حسبت بابها. اه صح انا عندي ستوب هنا كلهم يبون يوقفون هنا يا الله تماما نسيت موضوع اني حاط ستوب في كل الترامات هنا. زين اذا ستوب من بي صناعي مش كلهم محتاجين صناعية كلهم محتاجين صناعية مع ان هالشارع الدائري كله ما منه فايدة معنا. يعني على الاقل خلنا هذا نمسحه ان هذا غير منطقي. زين حتى الشارع اللي قدرناه بالضبط هني لين هنا. زين الحين هذا شو مشكلته قاعد يوقف المشكلة الوحيدة مالته
معناه اذا نكبر الممر هذا نسوي اكثر من في محطة عالمية. نسوي محطة شو عالمية. أول هالمحطة لمحطة عالمية. هذا هو شوي. أول هذا شيء. هني. خلي الناس تمشي العادي. حبيب هذا هني. هنا هذا لازم أغير مكانه. أنا بخبر. الحين هذا تاج إدارة. مايكرو مانجمنت مش مانجمنت عادي زين. والنيل الخطوط هذا اللي هني زين. شل الخط هذا هني شل نوزعهم الحين. انا بدي نوزع نوزع هذا هني نوزع هذا هني رجع الأزرق وبروحه هني. المفروض هذا يخفف يعني زحمة ضخمة جدا تخف من عنا هني. شوفوا قام يوقفون في نقاط مختلفة فالناس قامت تمشي شوي شوي. ايوة ايوة ترام بالطريقة هي بيتحرك شوي. ليش ترام كم الضغط شال من المدينة لأن ما عندنا غير ترام أصلا 200 وشي. اوكي زحمة خفت والله خفت بشكل جميل. يعني هالسوالف سيتي سكايلاين اذا ما تنتبه لها ترى خلاص يعني ودع حريرة فان ركب مرتحل ويعني مواضيع تطير عليك بسهولة جدا جدا جدا. مايك اوف. مايك اون. بس الحين تأكدت ان الزحمة راحت. نايس نايس. هذا الخط والله ممكن نستفيد منه. بخليه حاليا ان احس اني بستفيد منه في مرحلة من المراحل. اذا ما استفدت منه بكل بساطة اقدر الغيه خلاص. اوكي الزحمة هني خفت. حلينا مشكلة حلينا معضلة كبيرة نحن في الحركة هذه. مش معضلة صغيرة ابدا. انزين. الشارع هاش اخباره الشارع زحمه بس ماشي يعني اللي هو زين دام في زحمه يعني شيء وايد زين وايد. اوكي الزحمه هني هاي ايش اخبارهم هاي ينتجون ولا تعبانين؟ والله تعبانين والله تعبانين يا جماعه. لان الحين دام عندنا هذا الشارع اللي هناك اقدر اسوي شيء ثاني. اقدر اسوي الوقفات ونلغي الشوارع هذه. هالشي في شو بيخدمنا؟ هالشي بيخدمنا في محطات الوقوف والخروج. شوفوا شوفوا اوكي وايد افضل من اول. وايد افضل لان الاول ياخذون يلفون لفه كامله عشان يودوا لهم. الحين لا بس اللي بسويه شو هذا بحطيه وين؟ مش مقابل هذاك. هذا بحطيه هني وهذيل بحطيهم هني. هذا بشله هني. الحين استوى اوكي. مفروض ان على امل مش مفروض على امل ان اللي هني يشلون وهني يحطون في المصنع ويروحون. وهاي نفس الشيء في المصنع دائما يكون البخ فيه ولا الضخ ضخ المواد حار على طول شغال هوت 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 كامنج على طول ما في شغال على طول يودي لهم شو الاشياء هاي. اذا هاي متوصله فايله مش متوصله فايله باقي الخط هذا بعدني. انزين هذا معناه الحين نحن حلينا معضله كبيره جدا 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 هني. ممتاز 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 جدا. بعدنا قاعدين ننتج فيها هذا هني. اذا فتح الزارع نبى مو البارن ما نبى حاليا
ما عندنا مسرخ، مسرخ لأن بنحتاج مسرخ إذا بنسوي. بس الحين في عندنا البركس نفس العمال اللي يشتغل، قلنا لكم قبل هني بيكون عندنا مكان فيه عمال يعني. إيه الناس اللي تشتغل هني مساكين. نوصل الشارع هذا هني بالشارع ذو اتجاهين، نوصل هني، هني ما في مفروض ضغط أصلا خير شر، نوصل هني. طبعا وقت الحلقة خلص توعب، لكن هذا بسوي. موف تو هني نلزقه شوي، لابد من تم بس كانين المفروض يكفون بعدين يتعبون. والله اذا تسالف شيء واحد اثنين واحد not enough money. كم يبغى له؟ 12,000. واو 12,000 سكنهم. واو والله مو برخيص ابدا. هذا كم نفر فيه؟ بركس بركس بركس، هذا 4 8 7. اوكي في ناس، في ناس المواصلات عندهم ترى، لا تنسون يعني يمشون لين هني خلاص قريب ترى مش بعيد. نسوي يمكن شبك ولا شيء ونسوي لهم شوية ديكوريشن يكون وايد حلو. هذا المرة الثانية ندل المشكلة ان الرو ماتيريال سايل بتطلع لي قرون الصراحة السالفة، بس يفتح لنا السايلو الكبير مفروض افضل. زين اذا تشي السالفة يمكن عقب نزيد some kind of سايلو دبل هني في نص الدرب، اثنين واثنين هني عقب اساس ما يتزحمون مكان واحد، وبعدين يمكن نزيد المصانع بالاتجاه المعاكس. بنشوف كيف، بنشوف كيف. يمكن نحتاج فعليا مزارع زيادة بهن هايل. هايل بكم؟ 5000. حطي ثنتين من هايل خلي الانتاج عنا يزيد. هايل بعد يبغى لهم وقت ينتجون، واظن ان احنا قاعدين نشفط الموارد كلها. لا هاي زين، المهم نحن تجاوزنا وقت الحلقة. نشوفكم الحلقة القادمة إن شاء الله على خير. أتمنى عيبتكم الترتيبات اللي موجودة حاليا. أتمنى منكم اللايكات والمشاركة ونشر السلسلة هاي، والسلام عليكم ورحمة الله.